كان عنده حاجة كده خصلة وهو شاب صغير، كل لما مثلا لما أقرأ مثلا قصيدة لفؤاد حداد، وكانوا هما الاثنين غير معروفين يعني، كانوا لسه بيتلمسوا طريقهم في الشعر العامية، قرأ له في جريدة من الجرائد اللي كانت بتصدر قبل الثورة قصيدة فيها رباعية كده بتقول: في سجن مبني من حجر، في سجن مبني من قلوب السجانين، قضبان بتمنع عنك النور والشجر زي العبيد مترصصين. فقال ايه ده هو ده اللي انا بدور عليه، ان العامية تكتب شعر بالمعنى الكامل لكلمة شعر، مش مجرد أسجال فيها نقد اجتماعي فكاهي يعني، رغم ان هو افتتانه ببيرم يعني، وان بيرم ده اعظم الشعراء شاعرية وكل حاجة، بس هو كان بيكتب شعر في الاطار التقليدي القديم بتاع شعر العامية اللي هو الزجل. فالمهم انا عايز اوصل لنقطة ايه، ان هو كان لما يشوف حاجة تعجبه ويعرف اسم مبدعها يفضل يدور عليه لحد لما يلاقيه ويصاحبه، يروح يصاحبه. عمل كده مع فؤاد حداد، نفس الحكايه تكررت مع سيد مكاوي، سمع عنه وسمع له غنوه اتنين او حاجه ففتن بيه وراح دور عليه وصاحبه، وبقى هما الكابل اللي عملوا الحاجات العظيمه دي. وانا فاكر ان هما هو حكى لي يعني فيما بعد ان هما مره سالوه في برنامج، كانش فيه تلفزيون قبل، كان فيه اذاعه، قالوا له: لو انت على جزيره مش هتبقى منعزل عن البشر تماما، مش مسموح لك غير انسان واحد يبقى معاك، تختار مين؟ فقال لهم سيد مكاوي. يعني للدرجه دي كانت عمق العلاقه بينه. وكان سيد مكاوي بيقول لصلاح: انت عيني اللي بشوف بيها. فيعني يكفي ان احنا نقول المواقف دي هي تشرح كلام كتير يعني احنا ما نعرفش نقول.